لابد ان يقع بين عيني دائما يقول صاحب الحال كالمبتدئ والحال كالخبير حتى يستطيع ان يشرح. قال ولم ينكر غالبا الحال ولا يجوز للاستدلال النكره. صاحب الحال كالمبتدئ بغير النكره وصاحب الحال كذلك لا تستطيع ان تقول جاء حاج راكبا حاجه ثلاث عيوب جاء غلام ماشيا انت لا تعرف ذاته وكيف تسال عن حالك. واحد مر بك لا تعرف ولا تقول كيف حالك انت لا تعرفه. اذا لا يكون صاحب الحال الا معرفه ومع ذلك يقع نكره بالمسوي كما مثل كذلك. ولم يحط غالبا الحال الا متى اذا تاخر لا بس تقول جاء رجل لا غيرت السيرة تقول جاء راكبا رجلا راكبنا لا تسأل تقول إنه سيرة السيرة كاملة والتابع لا يتقدم فلما قدمت قال الحال والله لما أنا قليل ولم يبقى غالب من حاله إلا متأخر إذا تأخر صاحب الحال ساغ نجيبه منك لمن يتموح حشم طلبه يدور كأنه قلبه موحشاً طلبه موحش الحال من طلبه ثم رمجي الحال من النكرة تقدم كما أن المبتدا يكون نكرة يتقدم الخبر عند زيد بن مرة ما يقول المبتدا قال سوتوا بأدوية السورة ولم يذكر غالبا من حاله إلا متأخر واضح أو يخصص ذلك المبتدا يا خصوصا كل مكان ولا عد مؤمن خير من مشرك ولا عد مؤمن عد لك خصوصا بمؤمن وكذلك هنا تقول جاء رجل كريم ماشيا رجل خصوص بكريم ساغ لك الحال كنت ماشيا قال نجيت يا ربي نوح واستجبت له بقولك ما خلي بجانب مشحون مشحون حال من ذوق سوغ مجيء الحال من المكان ما نعد بما خلي إذا نتأخر أي خصص يخصص إما بمنع حيا يغرق كل أن الحدي من أمر أمر لك وما حال منه سوغ مجيء الحال من المعدة وفي إحدى القرآن ولما جاء كتاب من عند الله مصدقا من عند الله خصص الكتاب يكون التخصيص بماذا؟ قال في أربعة أيام سواء أربعة نكرة أو ستة أيام مثل تمام من قول مالك وعمل جزء من الدين المبتدأ عندما وضيف خصوصا صاغ به الحال من صاغ الإقبال عنه هو نكرة أو يدين من بعد مدينة كذلك كذلك إذا كان صاحب الحال بعد مدينة لا حرج أو مباين وهو النهي والاستقامة قال لا يركبن أحد بالإحجام يوم الوراء متخوزا بالإحمال متخوزا حال من أحد صور مجيء الحال من النكرة أنها جاءت بعد نهي أو نفي ما حمى من موت حين واقيا ما حمى من موت حين واقيا واقيا حال من حين صور مجيء الحال من أنها جاءت بعد الشيء الذي كذلك المبتدا قال ما ناخذ من دراء والبدل فيكم فناخذ من دراء وكذلك بعد الاستثمار يا صاحب هل حنا عيش باقيا هل حنا عيش باقيا باقيا حال عيش صور مجيء الحال من المكان تقدم الشيء من المدى والاستثمار كما قوله ولم يرد غالبا لحاله ان يتاخر او يخصص او يدل من بعد ان يكون الله فلا يغر على امرهم مستسلا حال من امرؤ سوغ مجيء الحال من المكان قال قوله غالبا اشترط دين ما جاءت من غير غالب جاءت الحال من النكره دون اي مصور يقول بعض المحدثين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى حربه رجال قياما من قريش قال في العرب فيها ماء احدث رجل ويتحاسب ان اصدقائي مصور
يجري عليهم يأتوا بيضا وفي مسؤول بحرف الجر قد تبين انه فقد ورد ولكن حالا من المناسبه الا اذا